الفلسفة في جامعة سوربون في فرنسا، ونشأت في بين ثقافي عربي، فوالدها الشاعر أنسي الحاج الذي يعتبر واحد من أبرز رواد الشعر العربي. نشرت أول مجموعة لها في 1988، ثم بعدها نشرت 7 مجاميع شعرية، ومنها صلاة في الريح وأنامل الروح ورحلة الظل وكل هذا الحب وغابة الضوء وتحت المطر الأزرق. أحيت ندى أمسيات شعرية كثيرة ضمن فعاليات ومهرجانات ثقافية في لبنان وأرجاء العالم العربي، وغنت السيدة ماجدة الرومي والمؤلفة الموسيقية السوبرانو هبة القواس العديد من قصائدها. اختارتها منظمة اليونسكو لتمثل لبنان بالرباط في احتفاليتها باليوم العالمي للشعر وبعالم عام المرأة في 2022. أهلا بك ندى. الكاتب إسلام أبو شكير أديب وقاص وناقد سوري يعمل في دائرة الثقافة في الشارقة قسم الدراسات والنشر. صدرت له عدة مجموعات قصصية وروايات، ومنها خفة يد، العاون، استحواذ، القنفذ، زجاج مطحون، الحياة داخل كهف المرايا، أرملة وحيدة القرن. شارك في تحكيم العديد من الجوائز الأدبية العربية في مجالي القصة والرواية، وشارك في تدريبات الكتابة الإبداعية ضمن عدة ورش في الإمارات وخارجها. أهلا بك أستاذ إسلام. وزهران القاسمي كاتب حاصل على درجة البكالوريوس في اللغة العربية من جامعة السلطان قابوس، ثم ماجستير في الأدب العربي من جامعة عين شمس في مصر. بدأ مسيرته الأدبية في أول مجموعة شعرية في عام 2006، وصدر له منذ ذلك الحين 6 دواوين و5 روايات ومجموعة قصصية واحدة، منها جوع العسل، القناص، جبل الشموخ، سيرة الحجر وكاميرا. حصل على العديد من الجوائز الأدبية، من أبرزها جائزة الإبداع الثقافي من الجمعية العمانية للكتاب والأدباء عام 2015 عن روايته القناص، والجائزة العالمية للرواية العربية 2023 عن روايته تغريبة القافر. أهلا وسهلا بك أستاذ زهران. اليوم سنتكلم عن حب، الحب بكل أشكاله في الأدب العربي وفي الحياة. فما هو الحب بالنسبة للكاتب وكيف يعبر عنه؟ نبدأ معك ندى. شكراً للتقديم وشكراً للحضور، وأنا أشارككم بهذه الأمسية بفرح الحقيقة، وسأكون أصدق ما يمكن لأننا نتكلم عن موضوع يهم الجميع ونتنفسه كما نتنفس الهواء. فالحب ليس موضوعاً، إنما هو كينونة، هو الوجود، هو النور، هو الشمس، هو الدفء، هو الماء، هو كل كلمة نتكلم بها من القلب. والشعر بالنسبة لي هو الحياة، وحين أكتب عن الحب إنما أنا أنقل شهادة حياة، وسأرتجل ما يمليه قلبي علي الآن كما لو أني أقف وجها لوجه أمام المرآة أو أمام الورقة البيضاء. فتسألينني عن الحب، أعتقد أن الحب جوابه بعدد الأنفس في الكون. كلنا نعيش أو عشنا أو نحلم بالحب، ولكن نتقاسم هذا الشعور ولكن بطرق مختلفة، كل حسب استعداده لعيش الحب. ربما يكون حبا نحب الآخر، نعتقد أننا نحب الآخر ولكننا نحب ذاتنا من خلاله. هل هذا هو الحب؟ لا أجزم بذلك. الحب كما أنا أفهمه، وأعتقد أن الحياة علمتني أن أفهم قليلاً ما هو الحب، قليلاً،
هو الذي لا ينتظر بالمقابل. هو كالمطر حين يسقط، هل ينتظر شيئا من الأرض؟ ولكن يكتفي التراب بأن يزهر لأن المطر سقط عليه. والنعمة حين نتلقى نعمة ما، هل أن السماء تشترط علينا كي نتقبل هذه النعمة؟ لا أعتقد. حسب استعدادنا كل يقبل الحب ويراه كما يرى الحياة. أنا أرى الحياة أنها نعمة لأننا نكتشفها يوما بعد يوم بدهشة، بدهشة الطفل. والطفل حين ينتظر الحب يقفز فرحا ويتلقاها كهدية. أنا هكذا أفهم الحب وهكذا أنتظره أيضا. ما زلت أنتظر الحب كل يوم. شكرا. شكرا. أستاذ إسلام، الحب في كتابك وخصوصا خفة يد كان كشخص أو كراوي كان مثل تائه في ذلك الشيء بين الخيال وبين الحقيقة. فأين الخط هو الكاتب من يكتب عن الحب؟ هل يختار شخصياته من شخصيات حقيقية أم يبدأ يتوسع في الخيال أكثر؟ بداية مساء الخير وتحية لكم جميعا. بما أنك سألت عن خفة يد، فالتجربة في خفة يد لها خصوصيتها باعتبار أن الحب في هذه الرواية مرتبط بالعمل نفسه وبطبيعته، لأن العمل قائم على فكرة هذا الانتقال غير الواضح وغير المحسوس ما بين ما هو حقيقي واقعي وما بين ما هو متخيل. ولذلك جاء الحب وجاءت معه جميع المشاعر الأخرى، جاءت في هذه المنطقة الملتبسة، تتحرك ضمن هذه المنطقة الملتبسة التي تقع على التخوم ما بين الحقيقة والخيال. ولكن إذا خرجنا من خفة يد إلى ما هو أبعد من خفة يد وإلى ما هو أبعد حتى من تجربتي أنا في الكتابة، أعتقد أن الحب بطبيعته يتحرك ضمن هذه المنطقة في جوهره. هو ليس حقيقة محضة ولا هو خيال محض. فالمحب يبني إحساسه على وقائع حقيقية تتعلق بشخص أو تتعلق بموقف أو تتعلق بحالة، كما يبني هذه الحالة على ما هو أبعد من ذلك باتجاه الحلم، باتجاه ما يتطلع إليه وما ينشده وما يعني ينظر إليه بعيدا. فالحب هو مزيج غريب ما بين الحقيقة والخيال. نحن نحب ما هو أمامنا ونحب ما نتمنى أن يكون وقد لا يكون. يعني ربما يكون جزء من سحر الحب، سحر هذه الحالة ربما يمكن تفسيره من خلال هذه الحقيقة، حقيقة العيش ما بين عالمين، عالم الحلم وعالم الحقيقة. ويعني أنا في خفة يد وفي يعني أعمال أخرى حاولت، يعني ولأنني مسكون الحقيقة بهذا العالم المتاخم، حاولت أن أقرأ الحب في موقعه هذا، في هذا المكان الذي يقيم فيه. أين أجد الحب؟ هل أجده فيما هو حقيقي واقعي مادي محسوس، أم هو فيما أحلم به عندما أضع رأسي على المخدة وأنام أحلم بالحب كيف يجب أن يكون وكيف يمكن وإلى أين سيقودني؟ لعبة ممتعة وجميلة، مؤلمة أحيانا، لكنها في كل الحالات هي لعبة فيها الكثير من الحس، وهي التي تقربنا من عالم الإنسان، لأن الإنسان ربما يكون هو الكائن الوحيد الذي يعيش الواقع ويعيش بالتوازي وبالقوة نفسها بالسلطة نفسها مع عالم آخر، هو عالم الحب، عالم الحلم. الحب هو الذي يعني يجسد هذه الحقيقة ربما أكثر من أي شعور آخر. شكرا.
شكرا شكرا. أكيد هذا شعرنا به في كتاباتك أيضا. أستاذ زهران، خبرنا عن الحب في رواية تغريبة القافر، هنالك أنواع كثيرة من الحب كانت، فما هو رأيك وكيف استخدمت ذلك في روايتك؟ مساء الخير. طبعا يعني الكتابة عن الحب شعريا يختلف عنه سرديا. في السرد لابد أن تكون هناك تلك العلاقات الواضحة، وأيضا ذلك التشبيك الزمني أو السيرة الزمنية لهذا الحب من أين جاء. كما يحدث أيضا في الحياة بطبيعتها، يعني هناك حب من أول نظرة، هناك حب يأتي مع الزمن، هناك الحب الأمومي أيضا، كيف يعني كيف تتحول هذه العلاقة بين الطفل ومربيته أو مرضعته مع الزمن. الحب بين الأشخاص أيضا، العلاقات هذه أيضا، كما هي الحالات الأخرى النفسية في البشر، أنه لابد أن نوجد التاريخ السلوكي لهذه الشخصية من أين وكيف تطور هذا الحب. مثلا في تغريبة القافر هناك يعني هناك أن أستطيع أن أقول هناك أنواع من الحب. هناك نوع بين الحب العمومي بين المرأة التي أخرجت هذا الطفل من بطن أمه الميتة وبدأت تربيه وصارت بعد ذلك هي أمه بالتبني. أيضا الحب الذي حدث في الرواية، ذلك الحب الكبير جدا الذي أشار له كثير من النقاد، الذي حدث بين زوجة القافر اللي هو يعني الشخصية الرئيسية في الرواية وبين القافر، حتى أنه عندما غاب بدأت هي تنتظره وافتعلت حدثا يشغلها أو يربطها بذلك الانتظار وبذلك الحب، أنها جزت صوف أغنامها وقالت لأهلها عندما قالوا لها أن زوجها قد مات، أنها قالت لهم عندما ينتهي الغزل، بدأت تغزل ذلك الصوف، عندما ينتهي هذا الغزل سأبدأ في التفكير في الزواج. فكانت يعني تمني نفسها، طبعا لن ينتهي الغزل لأن الصوف كان كثيرا والخيوط كانت تمتد، وكان وظلت تنتظره لسنوات طويلة جدا. هذا يعني أيضا الحب عندنا مثلا في القرى، عادة نحن نسمع الحب في لسان الآخرين من كلمات مثل حبيبي وأحبك وكذا، بس احنا مثلا في القرى العمانية لا نسمع هذه الكلمات، ولكن يتحول دائما الحب إلى أفعال. يعني فعل الصبر، فعل الانتظار، فعل يعني الإخلاص. مثلا في قصة أو في شخصية من شخصيات تغريبة القافر، إنه زوجة، ودائما أسأل عن هذا الموضوع، إنه أحد الأزواج هجر زوجته وذهب ولم يسأل عنها لسنوات طويلة، ففقط عندما أرسل لها رسالة بعد سنوات طويلة أنه موجود في مكان ما، بكل بساطة هي أخذت يعني ملابسها وذهبت إلى ذلك المكان. فقالوا أنت كذا يعني نزلت من قيمة هذه المرأة، ما عندها شخصية، إن هي مجرد ما رسلها. لا، هذا الوفاء، هذا هو الحب، الحب العميق جدا، انه الانسان ينسى كل ما حدث لتلك اللحظه، لتلك الرساله التي يعني ارسلت اليها فيها. ففي في تقاطعات كثيره من الحب، بس يمكن الان في
في الوقت الحاضر أصبح هذا المعنى مختلف، مثل ما تكلمت حضرتك أنه أصبحت هي ضعيفة الشخصية لأنه هي انتظرتها. يعني اختلاف معنى الحب مع الحياة المعاصرة ومع الحياة السريعة، هل تعتقد هنالك تغيير في هذا النوع من الحب الذات؟ لا أعتقد، يعني لا يمكن أن نؤطر أيضا سلوك البشر وعلاقتهم مع الآخرين بإطارات يعني محدودة. يعني هناك يعني تعقيد كبير جدا في سلوكيات البشر أي كان في أي عصر من الأزمنة. ما نقدر نقول إنه يعني المرأة بحكم أنها أصبحت واعية الآن ودارسة وكذا إن يعني تنظر بنظرة مختلفة تماما عن الحب، لا بالعكس، يعني الإنسان هو الإنسان في أي عصر من العصور. شكرا. الحب مثل ما تكلمتي ده الحب فيه هو الحياة، هو طبيعة، هو كل شيء. يعني بعيدا عن حب الرجل للمرأة أو المرأة للرجل، ضروري للحياة، ليس كذلك؟ يعني أنه هو جزء من الحياة. فما بعرف تقلينا بعض أشعارك لتعطينا معنى آخر للحب. طبعا الحب يتخذ كما قال أشكالا متعددة، والحب الذي يتقولب حسب المتطلبات أو العصر أو المصلحة أو ليس حبا، يعني نعتقد أنه حبا ولكن أنه حب ولكن لا. برأيي الحب أمر جوهري جدا، يعني تماما كالإيمان. عندما نؤمن في داخلنا لسنا مضطرين أن نظهر الطقوس التي ترافق الإيمان. كل لديه دين ورثه عن أبائه وأجداده ومجتمع، ولكن لا علاقة له بالإيمان. الإيمان هي الشعلة والحب هو الشعلة. فأنا بالنسبة لي الحب هو الإيمان والإيمان هو الشعلة، معنى الحب هو الشعلة. نسمع. هذا من كتابي كل هذا الحب، بما أنه عم نحكي عن الحب، اللي هو بالألفين وواحد صاروا 10 كتب مش 7، لأنه أوقات على الجوجل ما بيكون أبديتد. بالألفين وواحد من يشتهي قبلة فليقطف وردة، من يحن إلى ضمة فليحصد حقلا، من يخبئ سرا فليضئ شمعة، من يذرف دمعة فليهب قلبا، من يرسم أفقا فليحلق أبعد، من يطل نجما فلينل السماء، من يمس الشهبة فلتخترقه البروق وتعره الحساسين وتشرد به البلابل وتفترش ظلاله أوراق الشجر. حبي فاق صبري، شعبه يغزو كلامي وحدوده روحي. أقرأ آخر قصيدة من الكتاب. افتحوا السماء، تدفقي من قلب الأحلام أيتها الرؤى، احملي هديل النسائم إلى صدري، اكتبيني نفنافا بين الأنامل، بثي في عروقي حنان الحنين، ولا تغمدي جفوني إلا في أوج العشق. كل ما كتبت عن الحب كان برقا طيفا دمعة، كل حب خلقني كان قبسا من إلهي، كل لمسة أذابتني مطر لا ينتهي، كل بريق كل وهج أشعلني نار تتوالد من لهيبها. افتحوا السماء أمام الخيول المجنحة،
أمام أساطير العشق وشعراء الليل. ما من كلمة تشفي، ما من قطرة. بحر الحب الكبير وحده يرويني. شكرا. شكرا. فإذا الحب هو شيء عام عندك، يعني الحب لك كل شيء، في كل ذرة. إذا لم نكن نحب في كل ما نعمل وكل ما نحكي به وكل ما نفكر به وننويه، بالنسبة لي ليس جديرا بشيء. حلو. بدا. شكرا. أستاذ إسلام، في عندك شخصية كانت أيضا في الكتاب، اللي هو شخصية عروة المدني الذي يترك عمله لحبه للفن. فهل هو هذا نوع من أيضا مثل ما قلنا إنه الحب للعمل، يعني يترك كل شيء ويقوم بجمع هذه الأعمال الفنية؟ فكيف تفسر هذا النوع من مثل ما يسمى الباشن أو الحب لشيء معين؟ يعني واحد من أكثر الجوانب في هذا الإحساس الجميل، الإحساس بالحب، أنه إحساس فيه قدر من الجاذبية ومن الانجذاب. هو ليس عبودية، عندما أحب أنا لا يستعبدني الطرف الآخر الذي أحبه، أيا كان هذا الطرف، سواء كان شخصا أم كان فكرة أو مبدأ أو مهنة كما ذكرت. فبهذا المعنى نعم، يمكن أن تكون علاقة عروة المدني، وهو في الأصل كما أذكر ربما كان طبيب أسنان، يمكن أنا أنسى أحيانا تفاصيل عملي، نعم، ترك مهنته وتفرغ للفن، لا للفن بذاته ولكن لجمع الأعمال الفنية واقتنائها والعناية بها، في كثير من المحبة، في كثير من الانجذاب. جاذبية الحب ربما هي سر قوتي أيضا، وربما كانت أيضا سر ديمومته. فالحب يتميز عن أي إحساس آخر بالديمومة، على نقيض أي مشاعر أخرى. الإعجاب طارئ وعابر، حتى الحزن عابر، يمكن أن ينتهي الحزن ويعيش الإنسان، لكن حالة الحب هذه تترك ندبا في الروح، لكنها ليست الندب المؤلمة، لكنها هي الندب التي تثير اللذة وتحيي الإنسان من جديد، يتذكر الإنسان كل قصص الحب التي عاشها. فهذه وربما يعني يستمر هذا، تستمر هذه الحالة معه فترات طويلة، ربما إلى آخر العمر يتذكر قصص الحب، حتى قصص الحب الصغيرة. فهنا تكمن قوة الحب. الحب هو في النهاية هو كل ما يجمعني بالآخر، كل ما أرى في الآخر شيئا مني. في رواية خفة يد، عروة المدني وجد نفسه في الفن، وجد ذاته، ولذلك انجذب إلى هذا إلى هذا العالم، عالم الفن، وأصبح جزءا منه، مضحيا بمهنة ربما كان لها مستقبل، وربما كانت يعني تقوده إلى يعني الكثير من المنجزات، لكنه تخلى عنها من أجل أن يعيش هذه الحالة بصدق، حالة التفاعل والانجذاب إلى عالم الفن. في النهاية الحب هو كل إحساس إيجابي، وكل إحساس يبعث اللذة في النفس، يمكن أن نسميه حبا بشكل أو بآخر. هو مثل ما تكلمت، يعطي الطاقة ويعطي السعادة، يعطي الاستمرارية في، إذا كان حبا لنوع من الفن أو حبا لعمل أو حبا لغيره، فأكيد هو يمكن بنفس المستوى أنه شخص يحب الفن ويعمل به، بنفس مستوى أنه يحب شخص آخر، يعطي لنفس الهرمونات مثل ما يقولون، هرمونات الطاقة وهرمونات نرى ذلك أيضا في تغريبة القافر، حب أو تعلق بالأرض والبحث عن الماء. هل هو نوع من الحب أو هو نوع من التعلق أو هو نوع من الاستكشاف؟ كان عنده شيء معين يقلقه إلى أن يجده، يعني ممكن أن نفسر بطرق مختلفة. طبعا
يعني الأرض لها رمزية كبيرة جدا في النهاية، والماء أيضا، يعني رمزية الماء على مدى العصور في الحضارات دائما يتعلق بالآلهة، آلهة الخصب، إشتار، فينوس، وكل هذه الآلهة يعني في الميثولوجيا القديمة كلها علاقة بالحب. الأرض أيضا هي الأم، الأرض هي المنبت الذي أنبتنا والذي وجدنا فيه، فتعلق هذا الإنسان الضئيل البسيط وعلاقته بهذه الأرض، علاقته بالإنصات على سطح هذه الأرض والبحث في داخلها عن ذلك الخرير، عن خرير الماء، كأنه علاقة كبيرة جدا أيضا متعلقة بذلك الحب الذي ترك لها، ترك فيه كل شيء تقريبا، ترك حياته، ترك تنمر الناس عليه، وبقي رغم ذلك ينصت إلى خرير الماء. طبعا هي لها رمزية كبيرة جدا، يعني أعطى له هدف أيضا. الحب يمكن أن يعطي هدف، حب الشيء أو تعلق بهذا الشيء. نعم. واستمر في هذا الهدف. صحيح. خبرونا، في عندك قصيدة تلقاها أو؟ وفي الحقيقة أستاذة يعني ربما في تقديمك في السيرة الذاتية، أنا شاعر في البداية، لي 10 دواوين شعرية قبل أن أتحول إلى روائي يعني. ف يعني عندي مجموعة شعرية اسمها مراكب ورقية، وفي بعض أيضا في بعض القصائد المتعلقة بالحب، ولكن أنا أحب أن أقرأ عليكم هذا النص القصير جدا اسمه رحيق النار. ليس أكثر ليس أقل، هو فقط كما هو، لا يتمدد كغيمة ولا يذوي كقطعة ثلج، ليس بحرا برغم أسماكه الذهبية، وليس سماء لكن الشهب تتناثر من قبته. هو الرحيق الذي سرقته النار، وهو الرماد الذي تتجمل به الريح، ليس أكثر ليس أقل، ليس أكثر من حلم يتدثر بلحاف من صوف ينتظر الحالم في سفره، ليس أقل من صحراء يجوبها المستكشفون عن الولع، لم يكن طريقا للوصول إلى المجهول، هو الوصول ذاته، ليس أكثر ليس أقل، هو فقط كما هو، إنه الحب. عدم وجود الحب أو ما يعكس الحب، هل تكتبون عن عدم وجود الحب؟ أكيد أنه نقصان الشيء يدل على وجوده، يعني هو العكس صحيح، كما الليل والنهار. لا نتكلم عن عالم وردي أو نتكلم عن حب مثالي، ولكن أعتقد أن أحلام الشعراء ربما هي أكثر تعلقاً بالحلم لنقل من الواقع، لأن الواقع إذا أردنا التمسك والاكتفاء بالواقع يعني لا أعتقد أنه ملهم جداً للشعر، ولكن ننطلق من الواقع إلى ما أبعد منه. ويعني أشكر السراب على وجوده، أشكر الوهم على وجوده، وأتمسك بالحلم رغم كل شيء، وأعتقد أن الشعر يتغذى من الحلم وبه. لذلك أيضا نكتب شعرا ممكن أن يكون ليس دائما ببهجة وفرح، ولكن دائما هناك نور، وأنا أنظر إلى النور بصورة مستمرة، فهو يجذبني دائما مع علمي تماما بوجود العتمة والظلم والبشاعة التي تحيط بالعالم، ولكن
هذا لا ينفي. تكتبين الجزء المتفائل يعني منها. ليس قصة تفاؤل، هي قصة عيش. لو لم نؤمن بالحب ونؤمن بوجود الجمال لما يمكن أن نستمر بهذه الحياة كما أنا أراها وأفهمها على الأقل يعني. لذلك إذا سمحتي يمكنني أن أقرأ قصيدة قصيرة جدا من كتابي الأخير خطوات من ريش الذي استلمته منذ أيام، وأنا أقرأ لكم منه لأول مرة. شكرا لك. قصيدة اسمها الشعراء، واستشهدت بكلمات لوالدي أنس الحاج يقول في البدء: نحن ننتمي إلى جالية العصافير المحتاجة دوما إلى خمر السراب. القصيدة بعنوان الشعراء: نحن لا ننتمي إلى حروفهم ولا نفك شفارها، بالكاد نسد أرماق أرواحنا بأثير البسمات، بالكاد ندوس التراب ونتقاسم الرجاء مع الأزهار، ونرقص على حافات الأنهار. نحن الشعراء لا ننتمي ولا نفهم، نحن نحب. شكرا كثير حلوة. أستاذ زهران، بالنسبة للشعر اللي تكتبه أنت، هل هو في بعض الأحيان تكتب الجهة الأخرى من الحب، عدم وجود الحب في ذلك؟ والله يعني كما قالت الأستاذة ندى، يعني هي العلاقات الثنائية دائما يعني توجد لكي تكون هذه الحياة، الحب واللا حب، العتمة والنور، الشر والخير، كلها علاقات تشابكية هي التي تصنع هذه الحياة. أنا أعتقد أنه لولا وجود الشر لم يوجد الخير، لولا وجود الكراهية لم يوجد الحب. لذلك هذه العلاقات المتشابكة هي التي تصنع لنا هذا الكون أيضا. يعني حتى علماء الكون، علماء الفيزياء يقولون إنه بداية يعني فكرة الانفجار العظيم وتخلق الكون جاءت من انفجار، جاءت من شر. إذن والمثل العربي يقول الخير في بطن الشر دائما، يعني هذه العلاقات متواجدة مع بعضها البعض. كيف نستطيع أن نعبر عن هذا أدبيا؟ أعتقد إنه يعني هذا متروك للحالة، الحالة الشعرية التي يعني تبنى منها القصيدة، تبنى منها العمل الفني أي كان، لوحة كان، مسرح كان، رواية وغير ذلك. الحب في الروايات والقصص كتب عنه من قدم، يعني من زمان قديم جدا، وتغيرت نوع الكتابة. أستاذ إسلام، كيف ترى أنه الكتابة عن الحب في الروايات أو القصص القصيرة، هل هنالك تغيير في الأسلوب، في طريقة الكتابة، في نوع العلاقات اللي تكتب؟ هل هنالك تغيير كبير، خصوصا الآن نحن في عصر مثل القارئ يريد شيء سريع، أو تغيرت حتى هي نوع العلاقات تغيرت؟ فهل هنالك تغيير في نوع الكتابة، أم هي العلاقة علاقة بين رجل وامرأة، أو امرأة ورجل، هي نفس الطريقة ونفس الكيميائية فيها أو غيرها؟ يعني دعينا نتفق أولا يعني أو نسأل أنفسنا، هل هذا ما يحدث يعني على أرض الواقع وعمليا، أن الحب تغير وأن العلاقات ربما أصبحت أكثر سطحية و يعني علاقات عابرة وسريعة وطارئة، أم أن الحب حالة موجودة؟ إذا اتفقنا أو يعني إذا وصلنا إلى نتيجة يعني مفادها أن حالة الحب تغيرت، فمن الطبيعي أن يتغير أيضا
الشكل الذي تتجسد في من خلاله في نص أدبي ما، سواء كان شعرا أو قصة أو حتى إذا خرجنا من الأدب باتجاه الفنون الأخرى. الفن هو في النهاية مرتبط بما هو واقع، بما هو يعني جار على الفن، يبني عالما مستقلا قائما بذاته، ولكن مكونات هذا العالم وعناصره هي مستمدة في النهاية مما يجري على أرض الواقع. إذا افترضنا أننا أمام تغيرات جذرية وبنيوية في طبيعة العلاقات البشرية، فمن الطبيعي أن ينعكس ذلك على النص الأدبي. بكل الأحوال أعتقد أنه قضية الإحساس بالذات هي قضية أكثر ثباتاً وأكثر قدرة على أن تحافظ على هويتها وذاتها، يعني ليست مرتبطة ارتباطا مباشرا بطبيعة الحياة التي يعني نقول عنها اليوم إنها حياة استهلاكية، حياة صاخبة إلى آخره. في واقع الأمر يشير إلى أننا في لحظات عودتنا الحميمة والصادقة إلى ذواتنا نحن نعيش أحاسيس عميقة وحقيقية وإنسانية. نحن لم نخرج من إنسانيتنا، لم نتخلى عن جلدنا هذا وعن وجودنا لننتمي إلى كائن جديد مختلف. نحن ما زلنا بشرا ونحن استمرار لآبائنا وأجدادنا وأسلافنا، كل هؤلاء موجودون فينا بطريقة أو بأخرى. وبالتالي أنا ممن يميلون إلى أن المشاعر الإنسانية هي مشاعر قد تتغير ولكن على مدى طويل جدا، لا تتغير في عقد أو عقدين ولا تتغير في قرن أو قرنين، تحتاج إلى يعني مرتبط بتطور الكائن، كيف يتطور الإنسان من كونه إنسانا إلى ما بعد الإنسان، وهذه مرحلة لم نصل إليها بعد. عودة إلى سؤالك، هل تغيرت شكل الحب أو حضور الحب في الأدب؟ تغير، نعم أكيد، بما أن الحياة تتغير يتغير شكل أو تمظهرات الحب في النص الأدبي، لكن الحب بذاته أعتقد أنه قائم كما هو قائم في حياتنا اليومية. ما زال الحب حاضرا، ما زال الحب فاعلا في حياتنا، وما زال مؤثرا في وجودنا وفي يعني علاقاتنا مع بعضنا البعض. لكن المفردات والكلمات، هل تغيرت هذه المفردات والكلمات؟ وإن كانت مثلا رواية حديثة، هل تدخل في هذه العلاقات التكنولوجيا الحديثة؟ هي ليست قضية مفردات الحب، يعني لا يرتبط بمفردة، يعني إذا كنت أستخدم كلمة العاشق في وقت من الأوقات واليوم يعني أميل إلى استخدام كلمة أو مفردة أخرى، نحن هذا مرتبط باللغة نفسها، كيف تتطور اللغة وكيف يعني تتغير اللغة، ويعني في كل مرحلة هنالك مفردات وهنالك تراكيب وهنالك صياغات لغوية خاصة بهذه المرحلة. لكن أنا أبحث عن جوهر الحب، عن الحب كإحساس كحالة، هل الحب تغير كحالة أم لا، هذا ما أبحث عنه. شكرا. في تغريبة القافر تحدثت عن الحب في منطقة ربما في قرية أو في مكان، ومثل ما تحدثت عن المرأة التي انتظرت زوجها وبدأت تعمل حتى يأتي، إذا كتبت رواية في واقع ثاني في مدينة، كيف تتصور الحب يكون؟ لنفرض أن هذه المرأة عاشت في المدينة. طبعا يعني راح تختلف، ربما تختلف صورة التعامل مع الحب، أو يعني لكن يبقى الحب. يعني مثلا لا نستطيع أن نقول أن المرأة في المدينة يعني أقل في موضوع الحب عن المرأة في القرية، ولكن يعني كيف نصورها هنا السلوك، يعني هي في هنا في لأنها امرأة قروية فاخترعت في فكرة الغزل حتى تنتظر زوجها أو حتى تنتظر حبيبها.
ربما تخترع شيئا أيضا في المدينة، كأن يعني تخترع وظيفة محددة، مهنة شيء ما، ولكن تبقى هي تصور، نعم يبقى يعني تصورات للعمل للشغل، لكن يعني الحب كما قال أستاذ يعني إسلام هو نفسه. نفسه. أي نعم، يعني الحب هو الحب، ولكن تتغير أو تتغير صوره حسب الأزمنة، حسب المكان وغير ذلك. شكرا. طيب سيدنا تقرينا آخر قصيدة قبل ما نأخذ الأسئلة من الجمهور. وعن ماذا تتحدث هذه القصيدة؟ سأقرأ من كتاب أثواب العشق، بما أننا نتطرق أيضا إلى العشق. الكتاب ليس معي، فسأقرأ مقتطف منه. عش لحظاتك كما لو أنك تلد الحياة في زهرة، لو أنك على شفا الطيران، لو أنك لن تموت في ذاكرة الكون. ارتشف رحيق الهواء كما لو أنك ستولد الآن، كما لو أنك ستموت الآن، لو أنك تطير الآن، لو أنك مغرم أبدا، كما لو أنك في قلب الله. كل لحظة وردة، كل لحظة أبد. أعسرها، أعسرها تلك اللحظات، أعسرها حتى تغرق الصحراء. شكرا. شكرا لك. في عندنا قصيدة أخرى أستاذ؟ ثم نفتح. أنا في شيء حلو من هذا. متعب أن أحبك وحيدا، أريد أن أكون شعبا كبيرا من العشاق. متعب جدا لهذا القلب أن يتمدد حتى يصير كونا شاسعا بمجراته لا متناهيا في حبك. متعب جدا أن أغنيك وحيدا، وأسافر إليك وحيدا، وأبحث بين وحدتي لا عشبة خضراء ولا نبع يعكس حديث نجمة غاربة. متعب جدا وموجع. هيه، تعالوا انظروا، ها أنا عاشق، أصابعي الآن ليست عشر، ها هي تزيد، وها أنا أعد عشقي وأخطي، أعد وأخطي، وكلما بدأت من جديد تتزايد الأصابع حتى أصير طائرا صغيرا وملونا، لا هم له إلا أن يعد بمنقاره عشقك ريشة ريشة. أشعر بك هنا تماما على خاصرتي، شيء من الوجع الخفيف. أشعر بك للحظة هي الزمن كله. كنت فيما مضى سمكة، وكنت أنت البحر البعيد. سبحت لا أصل إليك، لكنك مثل قارة تزحف للأبد، وأنا زعاني في صغيرة، ولا أجيد لغة الخطابات الفارهة حتى أصادق الحيتان الذين يعلمون سرك. لذلك سبحت في كل المحيطات، مت وحييت ثم مت وحييت مرات ومرات، ما زلت أنا سمكة صغيرة وأنت ذلك البحر البعيد. طب أستاذ إسلام تقرأنا قليلا عنه. عيناني من زجاج، عيناني من زجاج، أفضل من لا شيء. الكثير من الأخطاء تحدث طبعا.
عينان من زجاج أفضل من لا شيء. الكثير من الأخطاء تحدث طبعا، لا الألوان ولا الأشكال ولا الأبعاد تبدو طبيعية، وعلي دائما أن أحيل الأمر إلى عقلي ليتولى عملية التصويب. عانيت كثيرا في مرحلة البدايات، ولكن مع مرور الوقت أصبح كل شيء سهلا. عندما أدخل البيت وأرى بعيني زجاجيتين باقة ورد على الطاولة، أعرف مباشرة أنها ليست باقة ورد ولا طاولة، إنها أنت على السرير مستغرقة في حلم ما. وعندما بعيني زجاجيتين أرى فراشة تحط على الباقة، أعلم أنني معك في الحلم نتبادل القبلات. وعندما أقترب من الباقة أكثر وأرى بزجاج عيني بتلات الورد منداتا، أعلم أنه حان الوقت كي أوقظك. عينان من زجاج أصبحت بارعا في استعمالهما. المشكلة الوحيدة التي أعاني منها أنني مضطر إلى صقلهما إثر كل بكاء. زجاج هش تؤذيه الدموع المالحة، تحفر فيه خدوشا عميقة، وأنت امرأة لا أكف عن الحنين إليها. شكرا لكم على هذا الحديث الممتع. وقبل ما نبدأ الأسئلة، كلمة واحدة عن الحب أو جملة واحدة عن الحب، ما رأيكم؟ لنترك الجمهور مع هذه الكلمة. أستاذ زهران، نبدأ بك. إن كان هناك من كلمة يعني أو من تفسير للحب، فهو الجوهر، هو جوهر الأشياء. جوهر الأشياء. أقول من كتابي عابر الدهشة: لا تترك أثرا إلا ما فاض عنك من حب، ولا تحب إلا من أجل الحب. شكرا. أستاذ إسلام. يعني هو الحب الحقيقة حالة محيرة. كل حب أول. شكرا لك. نفتح الآن إذا أحد عنده سؤال في ميكروفون. شكرا هند، شكرا للجميع. عندي سؤال صادم نوعا ما. تفضل. هو يخالف كل ما قيل بالجلسة من أولها لآخر كلمة. نعلم أن الحب ليس في القلب، الحب في الدماغ. الظهور في القلب هو نتيجة كيميائية لتفاعلات أو هرمونات، وبالتالي هناك مقولة أنه ما أصلا ما في حب بالحياة، هي عبارة عن مواد كيماوية، هي تعلق، إما تعلق للحرمان أو تعلق للجنسي للتناسل أو الاستمرار النوع. حتى الحيوانات بنشوف أنه عنده شيء من نتخيله أو نتصوره أنه بيشبه الحب عند الإنسان. فهل برأيكم أنه الإنسان هو بكل ما قلتوه وكل الأشعار، وأنا أكيد متذوق للأدب وبعرفكم شخصيا، بس هل يا ترى نحن منبالغ قليلا ومنخترع ومنتوهم زيادة عن اللزوم عن ما تستدعيه الحاجة يلي أساسها كيماوي؟ رجعتنا للواقع، واقع واقع يعني تماما. والسؤال، لا السؤال جدي بصراحة، أنا مش طيب. هلا السؤال هو بقدر جاوب؟ اي جاوب. رح جاوبك بكلمات شعرية، لأنه ما فيني جاوب مثل ما أنت سألت بهالصيغة، ما عندي القوة ولا القابلية. رح أقول: كل حب يولد ليحتل العالم. يعني بغض النظر عما إذا كان ما قلته حقيقة أو لا، ويمكن أنا يعني
قد يعني أتفق معك، يعني ربما أتفق معك في هذا الأمر، ولكن نحن نتحدث في المحصلة عما هو عما نشعر به نحن، بغض النظر عن جذوره الأولى كيف نشأ، هل هو يعني نشأ في القلب أم في العقل أم هو نتيجة تفاعلات كيميائية، كل هذه يعني سؤال أسئلة ولا أظن أن بالإمكان الإجابة عليها، يعني هي افتراضات في النهاية، كما أن ما تقوله هو افتراض كذلك ما أقوله أنا افتراض. نحن نتحدث عن الحب كإحساس، جذور الحب كيف نشأ إلى آخره، هذه مسألة أخرى ربما يعني هنالك من هو أفضل منا في الحديث عنها. الأسئلة الصادمة من هذا النوع كثيرة، ليس الأمر مرتبطا بالحب وحده، يعني إذا تحدثنا عن الحياة وعن العلاقات الإنسانية وسواء، نحن سنجد أنفسنا أمام يعني أفخاخ ومصائد كثيرة جدا قد لا ننجو منها. سؤال آخر. أولاً بشكر حضرتكم، فعلاً الجلسة رائعة وأنا استمتعت بطعم الشعر. هو أنا طبيبة مش شاعرة، لكن حسيت ان الشعر ده طاقة ايجابية فعلا، وممكن ان احنا نسخره لرفعة المجتمع وحل مشاكلنا. والحب هو طاقة ايجابية، واحنا طبيا بندعو الناس كلها تحب بعض. واعتقد كمان ان المشاكل اللي موجودة حاليا لان احنا بنستخدم الحب بطريقة غلط. يعني سؤالي، ليه ما نحاولش نعمل جلسات زي دي لفئات عمرية مختلفة ونوضح لهم تفاصيل شوية مفيدة؟ لأن لو حد مراهق حاضر معنا وسمع الكلام ده أحيانا بيتحول الحب بالنسبة لهم إلى معاناة نفسية ويصل إلى عشق، وممكن لو من طرف واحد في حالات بتتفاعل بطريقة غلط مع الحب. المفروض ان الحب ده طاقة ايجابية وكائن حي، لو احنا غذيناه بيستمر وبينتج والعلاقة تتطور الى طريقة سليمة، لكن لو استخدمناه غلط بيحصل كوارث في المجتمع. كيف نعمل؟ لكن هذا حب المراهقين موجود يعني اكيد، وهذا حالة تحصل لكل الاعمار، يعني لكل هؤلاء الاشخاص في الاعمار. احد يحب يجاوب على هالسؤال؟ أنا معك 100%. هو الحب هو مش قصة انطباع أو انجذاب، أو يعني أكيد ببلش هيك، حتى الطفل بحس حاله أوقات بينغرم بطفلة عمره 7 سنين أو 5 سنين، هذا شعور طبيعي يعني مع الإنسان، بصرف النظر إذا كان تفاعلات كيميائية أو بيولوجية أو إلى آخره، مش يعني وإلا ما منكتب أصلاً وما بيكون في أدب ولا شعر، يعني إذا هيك كل إنسان عنده دور. فنحن بركي دورنا هو اللغة، مش كرمال اللغة، لأنه هي اللغة بحد ذاتها مش هدف، هي اللغة أداة، مثل ما حضرتك طبيبة وعندك أدوات بتطبيبي فيها، وأنا مثلك بعتقد أنه الحب هو شفاء، لأنه حتى اللمس، كيف بتلمس الآخر شفاء، يعني الحب طاقة إذا منعيش 1000 سنة منضل نكتشفها، لأنه هي عن جد نعمة. وإذا من الولد من هو صغير ومن التعامل بين أعضاء الأسرة إذا صح بيربى صح وبيشوف الحب صح، وإذا بيشوف قدامه غلط رح ياخد فكرة عن الحب غلط ومش رح يحب حاله أصلاً، لأنه حب الذات مش بالمعنى النرجسي، حب الذات هو احترام الذات وتقدير الحياة اللي بتحملها هذه الذات، وبالتالي تقدير الآخر. فالمحبة والحب درجات، وكل ما نحن ترقينا كل ما الحب صار أرقى. يعني أنا بفتكر كمان جاوبت على قسم من السؤال الصادم الأول. في أحد يحب يضيف؟ يعني إحنا هنا أدباء،
نحن لسنا علماء اجتماع ولسنا يعني أطباء نفسيين حتى يعني نفكر في هذا الموضوع، ولكن أنا أعتقد إنه يعني واحدة من دور الأدب والفنون هي رفع الذوق العام، إنه يعني نستطيع أن نربي الأجيال القادمة على يعني على رفع على تنمية هذا الذوق الرفيع في الموسيقى، في الفنون، في الشعر، في غير ذلك، وبالتالي يعني ستدخل مثل هذه المفاهيم في 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 حياة هؤلاء البشر مستقبلا من هالحب طبعا. في سؤال آخر؟ أيوة. سؤالي سؤال بسيط وقصير. Can love ever truly be selfless؟ هل الحب أناني بطبيعته؟ هذا هو السؤال. هو الإنسان عنده أنانية صح، يعني هذه شخصيته، ولكن مثل ما قلت إنه كل ما احترمنا قيمة الإنسانية عند الآخر وبذاتنا نعلو عن الأنانية، لأنه إذا الحب بس مشروط شو بيرتد علينا من هذا الحب؟ منه حب، هيدي اسمها أنانية. ومشان هيك في مشاكل بالعلاقات وبيقولوا إنه العلاقات صعبة، هي مش العلاقات صعبة، هي الإنسان مع حاله منه ظابط دائما، يعني بده يصحح علاقته مع ذاته لحتى يقدر يتعاطى مع الآخر بصفاء، لأنه الحب إذا كان منه صافي ومنه منطلق من الصفاء ما بعتقد هو على الطريق الحب، يعني مثل ما أنا بفهمه. لا هو أنا بس يعني تنبيه صغير، يعني تقبلي مني بلطف، يعني أنا لا أعتقد أننا موجودين فيها موجودون على هذا على هذه المنصة بصفتنا خبراء في الحب، على الأقل بالنسبة لي. نحن نتحدث عن الحب في الأدب، ومقاربتنا لهذا الموضوع تشبه مقاربة أي إنسان آخر. أنا إذا وصلت إلى نتيجة أن الأسئلة التي أطرحها عن الحب هي ذاتها الأسئلة التي تطرحينها أنت على نفسك أو أي إنسان آخر، فأنا أعتقد أنني حققت نجاح كبير وأنا راض عن نفسي. أما ما هو أبعد من ذلك أن أكون طبيبا نفسيا ومعالجا، أو أن يعني أتحدث عن الحب والأنانية في الحب، فأنا يعني أريد أن أريح نفسي الحقيقة من هذه الأسئلة، لأنني فعلا لست خبيرا في هذا الموضوع بقدر ما أنا إنسان كأي إنسان آخر. كل ما في الأمر أنني أقارب هذا الموضوع بالأدوات التي أمتلكها، كما يقارب هذا الموضوع شخص آخر لديه أدوات مختلفة فقط. أوكي، عندنا سؤالين أخيرة، لحظة بس نأخذ السؤال هنا. تفسيرات وتحليلات جدا متشعبة لهذا الموضوع. أنا بالنسبة لي شخصيا عندي فكرتي الخاصة عن موضوع الحب وأدواته كما تفضلت، ولكن أحب أن أسمع آراءكم أنتم من وجهة نظركم. هل حقيقة يوجد في تكويننا الإنساني حب غير مشروط؟ هذا سؤالي اللي أحب أسمع. كمان أنا بدم صوتي لصوته إنه نحن أكيد ما عندنا الأجوبة، ولكن من خبرتي، لأنه بعتقد إنه الحب هو هدف كل إنسان بعيش على الأرض، وإذا منه محبوب من الآخر ما في يعيش لوحد. الحب غير المشروط أكيد ما عم نحكي عن حب الأم لأولادها مثل ما بيكتبوا بعلماء الاجتماع. في الواحد يحب وبدون ما ينطر بيتعذب أكيد، لأنه بطبيعتنا أنه منحب أن نحب ونحب، يعني هذا شيء طبيعي، بس مش كل الحب هيك للأسف. يمكن بركي لأنه أنا عندي هيك بحس تقارب مع العالم التصوف شوي، فبقدر أرتقي بهذا الشعور وأدرجه بهيدا الخانة،
لأنه الحب من أجل الحب عن جد منا كلمة. يعني في الواحد يحب كل الكون ويكون مش مبسوط بحياته الشخصية، بس هذا ما بيمنع أنه ما بيعرف الحب. يعني ما فيني أقول أنه أنا إذا مني مغرومة وحدا مغروم فيه يعني أنا ما بعرف الحب، مش مزبوط. بيكفي أني أمشي بالطبيعة وحب الطبيعة لحس حالي أنه أنا موصولة بالطبيعة، يعني في حالة حب معينة. مش هيك عم أقول أنه الحب منه محصور بين رجل وامرأة وبين شخصين. الحب أوسع من هيك بكتير، هو عن جد الهواء والشمس، هيك بعتبره. شكراً. سؤال أخير، سؤال أخير، سوري ما عندنا وقت بعد، تفضلي. مساء الخير. بصفتكم أدباء وبصفتي مكتبي وبصفتنا بمكان يرعى الأدب، ما هي أفضل الأعمال الأدبية التي تحدثت عن الحب برأيكم كأدباء؟ أتمنى أن أسمع من كل أحد منكم. أو يمكن أفضل عمل تعتبره أدبي بالنسبة لك. أنا بعتبر أنه كتاب موت صغير الذي بيحكي مستوحى من ابن عربي سكنني أو خرقني لدرجة أنه ما فيني أفكر بكتاب غيره. بيحكي عن الحب مع أنه ما أنه حب بين رجل وامرأة، إنما الحب الحب الكبير. يعني هلأ هيدا بأكد أكثر اللي كنت عم بقلها إياه للأستاذ. أستاذ، أنا والله ما تعتبر إجابتي تهرب، ولكن فعلا لا أملك جواب. لا يعني لا يحضرني كتاب يمكن أن أقول إن هذا العمل الأدبي هو أعظم ما أو قدم أعظم ما يمكن تقديمه في الأدب. الحب موجود في أعمال كثيرة، ربما نص صغير جدا في لحظة من اللحظات وفي موقف من المواقف قد يمثل بالنسبة لي أعظم ما يمكن أن يقال، وقد يتغير هذا الرأي في لحظة أخرى. فأنا في الحقيقة لا أملك جوابا، أعتذر منك. شكرا. شكرا لكم، شكرا على هذا الحديث الجميل عن الحب وأنواع الحب أيضا. شكرا، وشكرا للحضور، وأيضا شكرا للفريق الفني والمتطوعين والمترجمين إذا موجودين، والراعي الرسمي طيران الإمارات، هيئة الثقافة والفنون في دبي، والجهة المنظمة للمهرجان مؤسسة الإمارات، والمتحدثين. شكرا لكم. كما تحدثنا الكتب موجودة في البيع، وأيضا للتوقيع اللي حاب يأخذ الكتاب ويأتي ليوقع الكتاب. شكرا لكم، شكرا للحضور.